أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: ما رأي فضيلتكم في هذه العبارة يا وجه الله؟ لا، هذا ما يجوز. الصفة لا تنادى ولا تدعى، لأن هذا يفهم منه أن الصفة شخص مستقل ينادى ويدعى، هذا يكون شرك بالله عز وجل. فهو يدعو الله عز وجل ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته، يقول: يا أرحم الراحمين ارحمني، أعوذ بوجهك الكريم، أعوذ بوجه الله الكريم وسلطانه القديم. توسل إليه بأسمائه وصفاته. أما أنه يدعو الوجه أو يدعو الصفة يا رحمة الله، هذا لا يجوز، أو يا وجه الله. نعم.